وزارة الداخلية أعلنت النهاردة خلال مؤتمر عقدته في مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أعلنت تفاصيل ضبط أكبر مصنع لإنتاج المخدرات في مصر، وتفاصيل القبض على زعيم التشكيل العصابي وهو لبناني الجنسية ومعاه من جنسيات مختلفة مغاربة ومصريين اشتركوا في تصنيع وتخزين وترويج مخدري الحشيش والكبتاجون في المحافظات المصرية. اللي هو أحمد عمر مساعد وزير الداخلية قال إن المصنع في مدينة العاشر من رمضان ويمتلك مواطن لبناني الجنسية وهو المسؤول الأول عن تهريب العقاقير المخدرة إلى مصر بالاشتراك مع نجله وآخرين، وإنه تمت مداهمة المصنع وضبط 3 أطنان و750 كيلو حشيش و3 مليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر. قال أيضا أن قيمة المواد المخدرة المضبوطة حوالي 500 مليار جنيه. نشوف جزء من هذا المؤتمر. خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، كشف اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات عن ضبط تشكيل عصابي ضخم لتجارة المخدرات مكون من مصريين وأجانب في 6 محافظات، كما تم مداهمة مصنع لعصابات المخدرات بالمناطق الصحراوية بطريق مصر السويس، ولأول مرة يتم ضبط مصنع ضخم لإعادة تصنيع المواد المخدرة، وتم التحفظ على المعدات، وتم ضبط 3 أطنان و750 كيلوغراما من الحشيش و3 ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر. ما ضبط في هذه القضية حوالي 3 طن 750 كيلو من مخدر الحشيش وحوالي 3 مليون قرص من عقار الكبتاجون، اللي كانوا أيضا بيعدوا بعض الماكينات داخل هذا المصنع لتصنيع هذا المخدر محليا. طبعا تم ضبط كميات من الماكينات، محول كهرباء بس لوحده ممكن كافي لإدارة عدة مصانع يعني بقدرة عالية، ويعني ثمنه تجاوز تقريبا 1.5 مليون. في طبعا ماكينات مستوردة وموجودة في العمليات الخلط والعمليات الفرم والعمليات التقطيع، يعني في كل مراحل التصنيع. ماكينة أيضا لتصنيع أقراص عقار الكبتاجون، كل ده كان موجود داخل المصنع. أيضا تم ضبط مبالغ مالية كبيرة، أكثر من 600 ألف دولار أمريكي وأكثر من 8 مليون جنيه مصري وأكثر من 100 ألف ريال سعودي، ده غير عملات اليورو والعملات السودانية. الحقيقة احنا بنعتبر ان القضية دي جرس انذار لينا احنا الاول، لان احنا نبقى عارفين ان احنا قد ايه حجم الاستهداف اللي موجود في مصر. مش هيكتفوا بان احنا كمان يبقى في طلق يعني اغراق الاسواق التجار غير مشروع بانواع مخدرات، لا كمان ده المخدرات التالفه جايه عندنا عشان تخلط بمواد ضاره بصحه الانسان، ويبقى الضرر مزدوج، ضرر على الصحه العامه وضرر المخدرات التقليدي. كما اعلن مدير مكافحه المخدرات احباط تهريب مخدرات قادمه من لبنان واخرى قادمه من المغرب، وتم ضبط كميات ضخمه من الحشيش الفاسد قبل طرحها في الاسواق. محمد أبو شنب، رأي عام مع عمرو عبد الحميد.